وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد زغلول الصحفي الاقتصادي ونائب رئيس تحرير روزا اليوسف. أستاذ أحمد بعد التحية، الاتفاق مع صندوق النقد جاء ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي، وبرأيك كيف سيعزز هذا الاتفاق مع صندوق النقد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا النهاردة زي ما حضرتك ذكرتي تم توقيع اتفاق اللي هو مع صندوق النقد الدولي، اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وكان في حدود 3 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من صندوق تابع أيضا لأحد الصناديق التابعة للصندوق النقد الدولي، يضاف إليها 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، وأيضا هذه الخزمة مرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي. طبعا توقيع قرض صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مهم جدا، إن نتيجة أنه الاقتصاد المصري عانى في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعات أزمة كورونا اللي هي تعلقت بسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير عالميا. كل ده يعني أثر بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، فكان من الضرورة توقيع الاتفاق، وده يعني نقدر نقول انه يعني احد الامور الهامه في اطار تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي جديد. هذا البرنامج ينطوي على اصلاح هيكل للاقتصاد، من يعني احد اهم بنوده افتاح المجال بشكل كبير وواسع للقطاع الخاص من اجل المشاركه في التنميه خلال الفتره الجايه. هنلاقي الحكومه بتطرح يعني الكثير من المشروعات امام القطاع الخاص، اضافه الى طبعا طروحات في البورصة وطروحات فيما يتعلق بمساهمات من يعني كانت موجودة لصالح الحكومة في عدد من الشركات هيتم طرحها أيضا أمام القطاع الخاص. ده يعني أحد أبرز الأمور. طيب يا أستاذ أحمد، مع ذكر حضرتك للقطاع الخاص، اليوم محافظ البنك المركزي أعلن عن قيامه بإلغاء تدريبي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وسوف يتم الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. هذا القرار برأيك إلى أي مدى يساعد على تعزيز الصادرات المصرية ويعزز من قدرة القطاع الخاص للعمل بقوة في السوق المصرية؟ طبعا ده أمر أيضا يفيد الاقتصاد ويفيد يعني قطاع الصناعة بشكل كبير، لأنه احنا في الفترة اللي فاتت للأسف كان في اختناق في مسألة استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج بالنسبة للمصانع، طبعا إلى جانب الواردات العادية يعني واردات السلعية اللي هي السلع المتكاملة، كان في مشكلة اللي هي المشكلة الأكبر إنه إحنا ما عندناش نقد أجنبي نستورد بيه المواد الخام ومدخلات الإنتاج والأدوات والمعدات الخاصة بالمصانع وغيره. ده كان ممكن يؤثر بالسلب بشكل ملحوظ على النمو الاقتصادي، ولكن قرار البنك المركزي بأنه يلغي الاعتمادات المستندية خلال ديسمبر المقبل ده كان بتوجيه مباشر من سيادة الرئيس. خلال الأيام الماضية كان سيادة الرئيس أعلن أو يعني تعهد بأنه البنك المركزي والحكومة هتقوم بحل مشكلات الاستيراد ومشكلات المصانع فيما يتعلق باستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج خلال شهرين على الأكثر، وجاء هذا القرار اللي يعني نقدر نقول يعكس الى انه تعليمات سياده الرئيس تم بالفعل تنفيذها، والبنك المركزي بدا من النهارده كمان انه بيرفع سقف الاستيراد بموجب المستندات التحصيل وليس الاعتمادات المستنديه، يعني بموجب مستندات التحصيل كان من الممكن الاستيراد في حدود 5000 دولار، ده كانت قيمة قليلة للغاية في الوقت الراهن. بعد قرار البنك المركزي الجديد هيبقى في حدود 500000 دولار في الوقت الراهن بالاعتمادات المستندية،
ده طبعا تدريجيا هيتم الغاء قرار الاعتمادات المستنديه بشكل كامل خلال ديسمبر المقبل طبقا لما اعلنه البنك المركزي. نعم. ده هيفيد بشكل كبير جدا مساله الـ 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 يعني قطاع الصناعه بشكل كبير، لانه كمان يعني في الايام الاخيره برضو كنا شاهدنا اكثر من جلسه واكثر من اجتماع عقدوا حتى سياده الرئيس بنفسه مع المصنعين علشان حل مشاكل المصنعين وحل مشاكل استيراد مدخلات الانتاج، وده كان يعني تتويج لهذه الاجتماعات والتوقيات اللي تمت. يعني اشكرك جزيل الشكر الاستاذ احمد زغلول الصحفي الاقتصادي ونائب رئيس تحرير روزا اليوسف.